حنا كنديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه اليوم على التماطل ديال الاداره في الخلاص ديالها اللي كانت العوض اللي غنتخلصوا حتى له كنتخلصوا حتى له 6 ولا له 7. كاين مشكل بين الاداره والمجلس على حساب الخلاص اللي بيناتهم، والمشكل اللي كاين وهو كانت الاداره ديال الموارد البشريه دارت معنا باش توقع معنا على بعض النقاط. للاسف الشديد الاداره ديال الموارد البشريه ما جاتش باش توقع معنا، هادشي علاش خدينا هاد الوقفه. لحقاش الاخوان ديالنا الموقتين كيتخلصوا معطلين، حنا كنتخلصوا قبل منهم، هما كيتخلصوا معطلين، خاصهم حتى هما يبداو يتخلصوا معنا في الوقت اللي كنتخلصوا فيه حنا، وخاصهم حتى هما خاص الاخوان ديالنا يترسموا، والاداره وعدتنا باش ترسم الاخوان لحد الساعه. يلاه كيرسموا لنا شويه بشويه، حنا بغينا ان شاء الله على درنا هاد الوقفه باش نرسموا اكبر عدد ممكن ديال العمال. والمشكل اللي كاين هو ديال المجلس مع اداره الشركه على حساب ملي ما كيكونش الاداره عندها الخلاص ما مخلصاش من المجلس ما يمكنش تخلصك. هادشي علاش حنا خدينا هاد الوقفه هادي، وحنا بغينا هاد المجلس ديال المدينه اللي جا جديد يعني يبرك معنا ويحاورنا على الملف المطلبي ويوقع معنا النقاط اللي كاينين. التماطر راه كاين لا من المجلس السابق، والحمد لله جا هذا المجلس الجديد، كنتمناو من الله تكون الامور على احسن ما يرام. والمطلوب هو الاداره ديال الموارد البشريه ديال شركه افيردا توقع معنا على النقاط اللي اتفقت معنا عليهم. هذه الوقفه احتجاجيه درناها اليوم على قبل التماطل في الاداء، كيخلصونا حتى نهار 12 14 حتى 16 وقت ما قال لهم راسهم عاد كيخلصونا. مع العلم مول الضو مول الكرا مول الويفي مول كل شيء البنكة كيوقف عليك نهار 5 هو اخر اجل، زائد تعسفات على العامل ومراقبيننا بالجي بي اس ومراقبيننا ديرنا واحد المراقبه ما نعاودش لك. الملف مطلبي لحد الساعه دابا عامين باقي ما داروا معنا والو، كيقول لنا اليوم غنديروا معكم حل غدا باقي ما داروا معنا حتى شي حاجه. كنقول لها باش غتدخل في اقرب وقت باش تحل معنا هاد المشاكل هادي، هادشي اللي كنقولوا لها. درنا اليوم واحد الوقفه على الملف المطلبي وعلى الخلاص اللي ما كنتخلصوش في الوقت ديالو، التماطل في الاداء، والموقعين حتى هما ما كيتخلصوش في الوقت، والملف المطلبي ما الى يومنا هذا من هرجه الشركه ما توصلنا حتى بشي ملف مطلبي، ما حققنا حتى ملف مطلبي. 56000 ريال. وكما سميتو الملف المطلبي راه كبير، فيه لا ميتيول، فيه زياده في الاجور، فيه بعض المنحات، فيه تعسفات على العمال، يعني بزاف ديال الحوايج ما لقيناش لهم الحلول، داكشي علاش درنا هاد الوقفه اليوم.